عايزين نهني بقى دلوقتي فريق رجال سلة الأهلي بالتتويج بطلا لكأس السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك، كانت نتيجة 64-60، وده بيأكد المباراة قد إيه كان فيها تنافسية شديدة جدا وكانت قوية جدا من الطرفين بصراحة، لكن في النهاية استطاع الأهلي إن هو يحقق الفارق ويفوز بالمباراة وبالبطولة. خلينا نروح نتابع التقرير ده لمزيد من التفاصيل ونشوف كمان تعليق الجماهير على الماتش ورسائلهم، نرجع نكمل. والف مبروك للنادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما بيكسب اكيد، دي شيء معروف يعني، نادي كبير في كل البطولات يعني، الحمد لله الاهلي بيشرفنا دايما كره القدم وكره السله وكره اليد يعني، الحمد لله النادي الاهلي دايما بيكسب والف الف مبروك للنادي الاهلي. عندنا فريق باسكت ممتاز وعندنا اوجستي مدير فني على اعلى مستوى، والحقيقه اداره النادي الاهلي بتركز دايما على اختيار الكفاءات والعناصر الكويسه، وهو عامل فرقة كويسة بصراحة. ألف ألف مليون مبروك بصراحة، فريق الباسكت عندنا دلوقتي بقى من الحاجات اللي بتتقدم يوم عن يوم، وأداهم كان بصراحة بيثبت شخصية الأهلي في هذه المباراة. وبصراحة أنا برضو بتوجه بالشكر للجمهور الأهلاوي اللي كان متواجد في البحرين، غير نتيجة المباراة، غير نتيجة المباراة هذا الجمهور العظيم اللي هو دايما بيساند الاهلي. طبعا الف مبروك لنادي القرن، اي نعم كان الماتش شديد من اوله بس قدر في النهايه ان هو في الوقت الضايع ان هو يخلص الماتش. طبعا فرحانين جدا ببطوله جديده تنضم للدولاب بتاعنا. الحقيقه انا ببارك للنادي الاهلي كفريق وكمجلس اداره وكاعضاء، وحاجه يعني تفرحنا ان احنا ابتدينا نسترجع ذاكره البطولات تاني على مستوى العاب الصالات. شكرا جزيلا لفريق الباسكت لانه طول عمره معودنا على البطولات، مش فريق الباسكت بس طبعا، النادي الاهلي كله على مستوى الالعاب الفرديه والالعاب الجماعيه معودنا على المركز الاول في كل حاجه. وامبارح كان في ماتش الاهلي والزمالك كان صعب جدا، لكن الحمد لله ان الاهلي كسب الماتش وخد الصور. نبارك طبعا الفريق بمجهوده الجميل اللي اتعمل امبارح يعني، والنتيجه الكويسه، كان ماتش صعب الحمد لله يعني عدت على خير وعوض اللي حصل بقى في البطوله العربيه الحمد لله. الف مبروك للفريق باسكت على السوبر المحلي، وطبعا دي هتديهم دفعه ان شاء الله الفتره الجايه تعويضا على البطوله العربيه اللي حققوا تقريبا مركز رابع. طبعا ان شاء الله احنا واثقين في اللعيبه وواثقين في الجهاز الفني ومجلس الاداره، وان شاء الله باذن الله نحسم البطولات كلها باذن الموسم ده.